تنبح كلاب البراري مثل الكلاب. هذه هي الطريقة التي تحصلت فيها على اسمها. لكن هذه المخلوقات الصغيرة تنتمي إلى عائلة القوارض وليست من عائلة الكلبيات. يصل طول هذه الحيوانات الظريفة إلى 15 بوصة، وهي تنتمي إلى عائلة السناجب. وقت الأسرة مقدس بالنسبة لهذه المخلوقات، التي يصل عدد مجموعتها إلى 26 فرداً. تتقاسم الغذاء وتتزاوج فيما بينها، وحتى تلقي التحية على بعضها البعض عن طريق تلامس أنوفها. أمر طريف حقاً. تعيش عائلات كلاب البراري مع مئات آخرين في شبكات من الأنفاق المحفورة تحت مراعي أمريكا الشمالية. معظم هذه الأنفاق يمتد إلى ما يقل عن نصف ميل مربع، ولكن في ولاية تكساس تمتد إلى مئات الأميال. قد تطرحون هذا السؤال على أنفسكم: كيف بإمكان هذه القوارض الصغيرة بناء هذه المساكن؟ تحتوي هذه الحيوانات على مخالب حادة تجعلها خبيرة في الحفظ. كما أن لديها رؤية ممتازة وسمعاً حاداً، الذي بفضله يمكن لكلاب المراعي التحسس بالحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعابين عندما تكون فوق الأرض. ما إن تستشعر كلاب البراري بالخطر، تنبه الآخرين عن طريق النباح، حتى أنها تستخدم نباحاً مختلفاً على حسب العدو المتربص بها. عند الجوع تخرج كلاب البراري من الأنفاق للبحث عن الطعام. باستخدام أسنانها الحادة تقوم بجز العشب وتبتلعه. في الخارج تحظى كلاب المراعي ببعض المرح أيضا. إذ تخرج جراء كلاب المراعي وتستمتع بالزحف من جحورها، تقفز هنا وهناك. إنها حيوانات تحب الاحتفال. فيل جرد الأرض هو نجم. حسناً، على الأقل في الثاني من فبراير يكون كذلك. يعيش فيل في بينكستوني بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتظر الناس خروجه من جحره. تقول الأسطورة أنه إذا رأى فيل ظلة سوف يتبع ذلك 6 أسابيع أخرى من الشتاء. فيل قد يكون من المشاهير مرة واحدة في السنة، ولكن يفضل فيل تمضية بقية وقته بمفرده. في الحقيقة اسمه العلمي موناكس يعني الانفرادي.
يقضي جرذ الأرض والمعروف أيضاً باسم المرموط معظم أيامه وحيداً. باحثاً عن النباتات والحشائش وفي حفر الجحور التي يصل عمقها إلى 66 قدماً ما يعادل 20 متراً. غالباً ما تكون هذه الجحور تحت مناطق مفتوحة مثل المروج والأراضي الزراعية والتي قد تكون مصدر إزعاج حقيقي بالنسبة للمزارعين. تدمر جرذان الأرض المحاصيل وتخلق ثقوباً وحفراً في التربة، ويمكن لهذه الثقوب والحفر أن تلحق الضرر بالجرارات وكذا الماشية. الناس ليسوا وحدهم الذين يمكن أن يتعثروا، حتى الأبقار عرضة لذلك. لكن هذه الجحور مهمة جداً لجرذان الأرض، إنها تشكل مسكن هذه القوارض حيث تنام وتربي صغارها، وإنها تشكل حتى حمامات لها. توفر هذه الجحور أيضاً الحماية من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والصقور والدبابة السوداء. كما إن جرذان الأرض ليست الوحيدة المستفيدة من هذه الجحور، في الحقيقة تستخدم حيوانات أخرى هذه الجحور أمثال الأرانب والسناجب والثعابين عندما تنتقل جرذان الأرض إلى مكان آخر. يستريح المزارعون عندما تدخل هذه القوارض المزعجة إلى جحورها في سبات في فصل الشتاء. أما في فصل الربيع تلد الإناث في أوكارها حوالي 3 إلى 5 جرار، لكنها لا تبقى في الجوار وقتا طويلا. ففي وقت نحو 2 من العمر تنطلق في غمار الحياة من تلقاء نفسها، سواء كانت ترى ظلها أم لا.